بورديم في هجوم خاطف، بورديم ناحيه اللاعب جرار، ماذا يفعل جرار؟ يفتح وتدخل العفاوي ومقصيه من اللاعب نعمارة مره اخرى الى التماس. لحظات صعبه يمر بها دفاع اتحاد الوليده، جرار يفتح، جرار تدخل الدفاع، تدخل الدفاع مره اخرى، بودينا يعود يفتك الكره الى عبد، عبد عبد امامه دفاعين مدافعين، عبد يمر الكره مازال يحتفل بالكره، تدخل اللاعب موجي لخرج الكره الى التماس ويقول للحكم تماس لصالح ساري غليزان، يلا الكره لمست اللاعب عبد. شوف هنا ونهاية اللقاء، نهاية اللقاء في هذه اللحظات لصالح اتحاد البوليدة. مبروك لاتحاد البوليدة بهذا الفوز، نقاط 88 جدا لاتحاد البوليدة الذي أصبح في رصيده 33 نقطة، فيما سريع غليزان أصبح في المركز الرابع عشر ب 32 نقطة، نقطة واحدة تفصل الفريقين قبل نهاية الموسم بجولتين. الجولة القادمة طبعا فريق سريع غليزان يستقبل جمعية وهران، فيما اتحاد البوليدة يتنقل للثورة لمواجهة الثورة، وفي الجولة الأخيرة اتحاد البوليدة يستضيف اتحاد العاصمة البطل، وفريق شبيب سريع غليزان يتوجه للعاصمة لمواجهة اتحاد الحراش. مباراة كبيرة عشناها اليوم بين فريقين، وانتهى اللقاء لصالح اتحاد البوليدة بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة 23 عن طريق اللاعب بودينا، وكرة جميلة جميلة شأنها اليوم، لقطات كثيرة، محاولات كبيرة، والعارضة الأفقية دائما ما كانت حائلا حول او امام المهاجمين. هدف مقابل صفر لصالح اتحاد البوليده. نلتقي اعزائنا الكرام في مناسبات اخرى باذن الله، الى اللقاء.